قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية. يابا ليش الناس يلوموني بحب الفلسطينية؟ قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. الزيتوني وإلها عنوان معروف لكل الاخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. انا بناشد باسم الجمهور، وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الارضية. اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، متابعي محبي برنامج حروف وطن. اليوم نحن في محافظة جنين على ملج بن عامر وبلدي فلسطينية بيت كاد. بيت كاد منين اجت التسمية؟ شو راح يخرفونا الختيارية عن بيت كاد؟ حبيبي ابو هشام، بمعيتك ومعية المشاهدين خلونا نسند على بيت كاد، الحكوني يلا. اول كلامي بصلي على النبي الهادي محمد اللي عليه النور بزيادي، لولا المحبة على القدام ما جينا، ولا دعسنا أراضيكم برجلينا، واللي يحبك يجي لك عالقدم ما دارناش. دخلنا على بلدة بيت كاد، قضاء جنين، ملج بن عامر. مباشرة استقبلنا رئيس المجلس القروي وأعضاء اللي حواني من أهالي بيت كاد. نرحب فيك برنامج حروف وطن يا أبو أحمد. عرفنا عن حالك، اسمك من أي حمولة؟ عماد نصار. عماد نصار من بيت كاد. من بيت كاد. رئيس المجلس. أنت ابو احمد؟ نعم ابو احمد. مشان المشاهدين بس، متابعينا داخل فلسطين في جميع قرى ومدن فلسطين، ايضا متابعينا خارج فلسطين، ابناء شعبنا في الشتات والمهجر اللي تعرفوا على بيت كاد. اصل التسميه بيت كاد، شو اصل التسميه؟ يقال انه نسبه الى المقداد. الى ايش؟ المقداد من الاسود. اها. انه احنا بيت كاد يعني قرية قديمة، يعني تعود للعصور الوسطى وقبل. فيعني اسمها قديم، يقال انه نسبة للمقداد الاسود. ايوه. طيب العائلات، الحمايل، العشائر اللي بتتالف منها؟ عندنا ثلاث عائلات، نصار وملاح وزيدان. نصار وملاح وزيدان. والحمد لله كأنها عائلة واحدة يعني. عائلة واحدة، شيل الكرة هيك عم شعبنا الفلسطيني. الحمد لله. بيت كاد، تعرف قد ايه مساحتها في الدنومات تقريبا؟ مساحتها حوالي 300 درهم. 300 درهم. طبعا غير الأراضي الزراعية يعني. لا احنا كاملة متكاملة مع الأراضي الزراعية. هي تقع للشرق من مدينة جنين. للشرق من جنين 5 كيلو. 5 كيلو. 5 كيلو للشرق من مدينة جنين. جيرانها من الكرة مين؟ جيران هذول ابو ضعيف من الجنوب. من الجنوب. الشرق جلبون وفكوعه. الشمال دير غزال وعربوني. وجنين من الغرب. جنين. طيب اهل بيت كاد عليش عايشين يعني؟ نقدر نقول انها بلده زراعيه. زراعيه.
وتجار ويعني موظفين. بعدهم بزرعوا بتلعوا بلبنوا بجبنوا في البيت. بلبنوا بجبنوا يعني. بس زراعة يعني زراعة بزراعة حصيدي وما أدرى. يعني القطاني زراعتهم القطاني. لا لا ما في قطاني. تديم لا. بطلوا يعني بزرعوا كبير. طيب إحنا خلصنا مع أبو أحمد لسه ما خلص إلنا معاه لقاء ثاني. حبيب أبو شاب قدامك حارات وشوارع بلدة بيتك، تخلي المشاهدين محبي برنامج ومتابعي برنامج حروف وطن حول العالم يتعرفوا على بيتك. على هالجزء العزيز من الوطن الأعز فلسطين. أبو هشام الباب وراه بفوت جمال عراية الختيارية. الله معك يا بلدة بيت كاد. رئيس المجلس أبو أحمد وأعضاء المجلس قالوا بدنا ناخذك عند الحج البركي. كيف حالك؟ مشاهدينا يا بتوطوا التلفزيون يا أنتو حضر هي بدها صيح يعني. عرفيني عن اسمك من أي حمولة؟ شو بعرف؟ اسمك اسمك؟ عريفي الإبراهيم. من بيت كاد؟ بيت كاد الحج عريفي. إميش البركي؟ حلوة. إيه؟ أمي حلوة. أم إيش؟ ابنك شو اسمه؟ كلهم الكبير. الكبير ماجد. يعني أم ماجد أنت؟ ماجد. أم ماجد. أم ماجد. قديش العمر من الآخر؟ 110. 110؟ ما شاء الله. الحج الله يرحمه. راح الحج. زمان اترملتي؟ زمان. قديش يعني؟ شو بعرفني؟ مات الحج ونسيتي؟ ما عرفتي شو انت؟ ام ماجد بدي اسالك. نعم. ولا اسالك عن ذنوبك. نعم. هسا الثوب اللي لابستيه هذا هيك ما كان يلبسن زمان نسوان في بيت كاد؟ هذا الثوب الفستان. لكن قبل يلبسن، اما اليوم لا. هذا شو ما كان يلبسن قبل، فستان ولا ثوب؟ اليوم كله مدن. انت خشيت على بنات اليوم انت كله مدين. اعطيك هذا. طيب انا بدي اسالك زمان. زمان بكين يلبسن زي هيك؟ لا. ولا زمان ايام امك؟ لا. ولا لا. شو بك اسمه، فستان ولا ثوب؟ فستان. ما عين فستان. وشو حطين عروسين بكين زمان؟ حط العروسه. شال ولا منديل ولا وكا؟ شالات. زمان. انا بعت زمان ايام امك. مناديل. الحجة 110 سنين. 110 سنين عمرها. بدي اسألك. نعم. اللي اخذتيه الحج ابو ماجد الله يرحمه. قرابتك؟ قرابتي. ولا ابن عمك ولا شو؟ قرابتنا. منا يعني. لما تجوزتي كدي بقى عمرك؟ انا 24 سنة. هو كدي كدو يعني انت وياك قد بعض. بعضنا 24 سنة. ذات العرسك ايام عرسك ذاكرتيه؟ ولا ما عليه. ذات عرسك. مضيع كلش بتنساش العرس. قد ايه دفع فيك فيد؟ 200 ليرة 150 ليرة 200 ليرة. بك 24 سنة ابو وين الآن الحاسب؟ 24 سنة من 110 قد ايه يعني قبل قد ايش؟ قبل 80 سنة. بكوا يرفعوا 200 ليرة. انت دفع فيك 200 ليرة؟ الكل كاملة مكملة؟ مع تشسوي مع كل شيء؟ الكل. عملوا لك عرس؟ ولا كيف ولا؟ عملوا ولا غنوا لك يا مسعدة؟ ولا وانصمتي معاه؟ طقشوا رؤوسكم في بعض؟ اتذكرت ايام ايام العز. الله يسعدك يا حجي. عشت مع حماتك في دار وحدي؟ والله في بيت قديم؟ هذا بعد الناس قديم. في دار وحدي؟ هذا يا مغرب بعده اجنبي. وبعدين الاولاد بنوا. احنا ما لنا في الاولاد، ما وصلناش للاولاد. خلفنا وبنوا. بكى يشتغل مزارع جوزك يزرع ويكلع؟ لا. ولا بكى داير هيك على الشغل، يشتغل يوم يشتغل يوم يقعد. يعني ما اشتغلتيش معه لا زرعتي ولا كلعتي ولا فلحتي؟ لا. عشان هيك مرتش بسن ذهب باكيه مدلله. بعدين سن الذهب على اليمين. يعني كل الزلام على اليمين.
على الشمال يعني شغل على الشمال. زمان زمان ايام العز هذا حطيت سن الذهب. ايام ابو ماجد. قلت لي بتتذكر عرسك؟ ولا مالنا. بتتذكر اليوم اجوا يطلعوك؟ شو بقت طبخة العرس ايامك؟ طبخة العرس. طبخة العرس؟ شو بكت؟ طبخ شوي هيك. شو هي فتيت رز؟ رز ولا؟ مفتول، شو بقوا يطبخوا؟ لا مش مفتول، رز ولا؟ رز العادي. عرس. مناسف؟ يعني. الميتين ليرة جابوا لك فين كلهن؟ كلهن. ولا أخذ أبوك حصته؟ لا جابهن به كلهن. شو جابوا لك؟ شو طلعوا لك؟ هيك. صحيحة يا حجنا صحيحة. انت فطنت العرس هسه ونسيتي شو اطلعوا لك؟ صحيح. شو جابوا لك تسوي ايامها؟ تسوي ما بدي بنات اليوم يعرفن مواعين. من عارف مواعين شو بدي بجيبوا لك؟ عشان ثوب قطعوا لك؟ والله فلاح انا حتى. جبست فلاحه مثل هذا. عشان ثوب قطعوا لك؟ شويه. ثوبين. شويه؟ ثوبين؟ وطلعوا لك صندوق؟ لا، صندوق والله. ذات يعني زوقتك يوم العرس؟ شيبه. بقى لا في صالونات ولا شيء؟ لا لا بش. لا مرارتك مطفيه شايفها ليش؟ الله يا خالتي عايف حالك ولدك. شو اشتقتي للحج يعني بعد عمر طويل؟ لا انا عايف حالي. 110 سنين قلتي لي. ما شاء الله. كم حفيد عندك ولا مش عارفه؟ شو عرفنا حفلة؟ عملوا حفلات ولا؟ كم واحد بقول لك يا ستي؟ الله يخليهم. نص البلد احكي. باتهم 5 صلى عندنا. خلفتي 5؟ خلفت 5. ما شاء الله. يعني هسه معناها يا ستي ردي على ستي. وصلت بنات اخرى. كلهم جوزتيهم؟ واحد راحت من البنات. البقية كلهم جوزتيهم؟ جو خالص مجوزين. ما شاء الله. العمر كلياته يا ماجد. خلي ولادك، خلي عمرك، خلي صحتك يا خالتي. ليش تخلفينا عن يوم ما جي حنينك؟ سمعت. شو عارفنا؟ يوم جين حنينك. ناسيهن هذاك. قولي ناسي. الحنة. ناسي يوم حنات؟ بتخلفيش بنات اليوم وبناتك وشناينك؟ كيف بكت المرأة قبل تتحمل مع جوزها؟ كيف بكت تساعده؟ كيف بكت تصبر؟ أخرفن ما بخرفن. بتشوفيش إعراس اليوم؟ ولا مالي؟ بتروحي إعراس اليوم؟ بروحش ولا باجي. بتروحيش على إعراس اليوم؟ ولا إشي. أنو أحلى، إعراس زمان ولا إعراس اليوم؟ والله مليح هناك، قبل بكت حدات بالبس. حدات بالبس. أما اليوم لا. مش هاد بال الواحد. قبل هدات البال بكت. والعرس؟ العرس انو احلى؟ عرس زمان ولا عرس اليوم؟ ولا ماله قبل احسن. العرس زمان بك احسن؟ احلى؟ لما طقش روسكم في بعض انت وابو ماجد واسكوت من البريك اللي فيه سكر؟ هذه بتتذكريها هسه اللي بدك اياها بتتذكريها. لزقت العجينه على الباب الخميري؟ ولا مشان تخمري وتعمري؟ عملتها هي ما شاء الله. لزقتيها؟ حماتك بقت قوية ولا منيحة؟ لا فقيرة. فقيرة زبطت معك؟ لا ملاح. زبطت معك؟ شناين أخرى ملاح والله. شناينك؟ ملاح أخرى. ما شاء الله. والله. يعني ولادك لما جوزتيهم على الموديل القديم ولا على الجديد؟ يعني العرس؟ العرس؟ روحتيش حنيت العروس والفاردة وقوم اطلعي من يمك ولا ما دفعنا حقوق ابوك وعمك؟ يعني شو يعني؟ جابت شاهد في المحكمة انا قبل يعني قبل هدات بال بكت. هدات بال بكت؟ بكينا. اي شو بكيتي؟ طب هذاك شو هذا؟ حطب يوقدون كذلك. عالطابون. عالطابون. نزبل ونشن نستحي الحلال عشان الطابون. ولا. نشوي زغاليل عالطابون. راح الطابون. كل شيء عالطابون. توش لك ماجي اليوم. انا خالته. بدي اسالك
الغريبه بكفيدها اصلا من بنت البلد ولا بكونش يجيبوا غريبات على البلد؟ قليل ما بيجيبوش، بيجيبوش من ربعنا هيك. طب بقوا يغربوا بناتهم اذا اجى واحد من قضا نابلس يعطوه ولا ما يغربوش بناتهم؟ لا من نابلس غير، لا بكونش يغربوا بناتهم؟ لا لا حوالينا، حوالينا بناتهم. البلاد اللي حوالينا. طب انت قاعده هنا لحالك، وين سالحه؟ هاي هي دارنا. انا مالي في الدار، انت وانت قاعده فيش سالحه تبكي؟ مش طالعه في ايام زمان؟ لا بكيت ما قاعد. شو فيش بتفكري في ايام زمان؟ ولا بفكر ولا بفكر. ايام العز وهدات البال على رايك؟ ايام ابو ماجد؟ اخ كلبها مشوي. اخ انا ولو لحقت يا خالتي. انو اللي الحكوا بعد الله، شو الحكوا؟ انو اللي الحكوا؟ ريح الموت والشطير 110. يعني انت مستعجله؟ مشتاكيت له لابو ماجد؟ بدي تروحي؟ باكل بروح لواحد. بل شو بده؟ شو مستعجله انت؟ شو عرفت؟ باكي تحبيه انت؟ بحب ولا 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 نكاوت عينك ها. يعني شفتيه قبل لما خطبت؟ شفتيه؟ ولا خطبني من البلد؟ ما هو من البلد، ما بك ما يشوفهاش، ما يعرفش. امه بك تروح تخطب له، ابوه يخطب له، فلان التكي مع فلان، كله بدي بنتك لهالولد. والله انت بكيتي شايفتي تعرفيه قبل؟ والله ابن عمي كرابتي. قولي لي ابن عمك باك يضل يتحنجل باب داركم. كرابتي وجه قال له بدي شو اسمها هي الحجه؟ عريفه. عريفه وقال له يابا عن عريفه، عن هالت اللي ما في حل، بدي عريفه. لو بضلش في الضال تعريفي بدي اياها. كيفت انت 200 ليره هذول؟ لو كان يشتري النص الكبار 200 ليره. قبل بكت 200 ليره الوحده. شو 200 ليره؟ البنت 200 ليره بكت قبل. طيب بدي اعطيك هديه. مش طيرتك سالم. لمين بدك تعطيها؟ الك ولا بدك تزكزكيها؟ لحبيباتك ولا لواحد جري والحضن هذا صغير؟ والله سن هالذهب ما ضيله عز يا حجي عريف. تسلم خالتي، تسلم. باكي جايبتي لابو شو اسمه؟ ابو ماجد. قال لابو اسمع يا عريفي يا بلاش. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الك قرايب برا؟ لا مش قرايب. الك قرايب برا فلسطين؟ فلسطين لا. برايتها في الك؟ برا لا. مالكش لا قريب؟ بناتي بس. وين؟ شي مثلون وشي مثلون بس البنات هاي بتفرجل عليك كلياتن. انبسط لك. شوف انت الذهب بالمع قاعد مشتاك لابوكن. ابو ماجد وينك؟ الله يرحمه ويعفي عنه ويطول بعمرك. هسه بتزعل. روح يا ابو هشام. كزدر هاي الهديه من شركه البريق يا حجي الك هذه. وهي بوزه مشان تحل سنوني، تتذكر ايام البحتيه والهيطليه. خذي يا حجي معلك انت جوا، بدي اشتوك لي هسه. يلا ابو هشام روح كسر بحارات بيتك. هذا الله معك. روح احنا كبار البلد والشور بيدين، ننهر على السبع ما يقدر يحاكينا. واحنا الشباب في بيت كاد جينا عند الحج البركي. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يسلمك. عرفنا عن حالك، اسمك الرباعي اشرته. نعم اسمك اشرته. اسمي؟ عبد الكريم يوسف حسن ملاح. ملاح. ابو ايش البركي؟ ابو محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قديش العمله من الاخر؟ بدهاش فصيله. انا بعطيك تاريخ الميلاد رسمي. هاي معانا كلهم بلديه بيحسبوا بجوا. 84 83 وبادي بالأربعة. 83 سنه. الحجه موجوده طبعا. الاولى ولا الثانيه؟ لا ولا اولى ولا الاولى، مش غيرها. شو قصدك يعني؟ باكي لو ناوي لك على نية. لا مش على نية. كرابتك الحجة؟ ها؟ كرابتك الحجة؟ لا والله من بلد ثاني حتى. جايبة غريبة. غلوا عليك الفيد؟ نعم. المهر غلوا عليك عشان غريبة؟ بهذيك الأيام بقى 200 ليرة.
المهر هاي كامل مكمل. او عشان دفعوك هدم الشباب، منين جبتها؟ من اي بلد؟ الجدم يبقولونها جيرانكم الحيط في الحيط، يعني كراب مش بعاد. كراب. بكى في هدم الخال ايامك وهدم الشباب؟ نعم. بكى في هدم خال وهدم شباب ايامك يوم اتجوزت؟ هدم الخال. ابن خالها يعني؟ مش ابن خالها، بقوا يدفعوها الغريبة هدم الخال أو هدم الشباب. الهدم هذا دفعوا 5 ليرات. دفعوني 10 ليرات. دفع 10 ليرات. قال هدم هذا. يعني 210 صارت. شو بكيت تشتغل؟ والله بكيت بقولوا راس الجوي. شو؟ راس الجوي. راس الجوي. بكيت راس الجوي في الزمانات؟ بالله. شو توقفت كل يوم شتا وبشرح شو اسمه؟ يعني في الأرصاد؟ ما تدربت 6 أشهر في عمان. يا سلام، هذا باقي ماضي لك عزة، هذا باقي موظف أنت أيامها. بالله. لما تجوزت قد إيه بك عمرك؟ 33. يا متأخرين عليك كثير. والله. 33 متأخرين. ما هو ما بيش فلوس بكا. راس الجوي. تعرف قديش بكو يعطونا؟ 12 دينار. حصلت كلبي هذا. 12 ليرة على 200 ليرة المهر. طيب. 33 سنة يعني تتجوزت. عملوا لك عرس في البلد؟ نعم. عملوا لك عرس؟ ما هو اتجوزت بالنكسة. نكسة الحرب. ما عملناش لا عرس ولا شيء. ذبحنا ذبيحه هلا كم واحد وقربات واكلوا والسلام على الساكت. ايه؟ وجبت العروس على الساكت. لا فادي ولا شيء ولا زفت. لا تاكسي سيات 2 وخلص. من دار ابوها لداركم دغري. ما فيش صمدي ولا صمد. لا ولا زبطت. ما فيش 12 ليله من قبل. ما فيش ولا شيء. ما فيش ولا شيء. طب بدي اسالك. انت تجوزت بك حياه ابوك عايش؟ لا بكيت يتيم؟ قاروط ولا يتيم؟ نعم. بكى أبوك ميت؟ أبوي ميت. قاروط يعني؟ آه. لأنه اللي بموت ما بكله يتيم، الموت أبوه بكله عنه قاروط. قاروط بس. أنت بكيت موظف؟ طب كيف بكى لبس الختيارية زمان في البلد؟ مالهم؟ كيف بكى لبسهم؟ زمان؟ يلبسوا قنباز وكله. أيوة. أو دمائي. بكينا كلها. وحطه شوره. وحطه وعكان. وين لحن؟ ما لبستش في حياتك انت لا كمباز ولا ديماية؟ والله ما انا ما لبستش، لان طلعت من المدرسة بكيت البس بلاطين. يعني معدل 3 إعدادي خلاص. البس بلاطين وظليت البس بلاطين. طب بدي اسألك، وانت شاب بلدكم فيها عيون مي ولا بيار الجمع؟ كل منو له بير؟ وين هون؟ في البلد في بيت كاد. ولا ما بيار الجمع بس. فيش عيون نبع ولا لا عين؟ لا عيون ما بيش. طب ما فيش مكامات دينية بك عندكم في البلد؟ لا شيخ ولا خضر اخضر ولا ولي في البلد هان؟ مش في خطيب يبدل. انا بحكي مقامات دينية. يعني مقام لشيخ، مقام لولي، ما فيش. بك الجامع يقولوا إنه هذا انبنى في قبر المقداد بن الأسود. مبني عليه. هذا اللي سمت البلد على اسمه تقريبا. نعم. طيب تتذكر مين بكى مختار بلدكم زمان؟ نعم. مين بكى مختار بلدكم؟ بكى واحد يقولونه محمد العبد الكادر أبو الظاهر. بلدكم ذاكر المدرسة فيها ولا بكيتوا كتاتيب تتعلموا عند الشيخ؟ لا، انا نزلت عجنين على الصف الاول. بكاش فيها مدرسة؟ لا مش ذاكر. وين تعملوا مدرسة فيها؟ نعم. إنه مشان يعرف هو انت التعليم في فلسطين. مش ذاكر اول مدرسة انبنت في بلدكم؟ مين بكى يدرس فيها؟ ما درستش انت هان؟ ما درستش في بيت كاد؟ ما درستش. لا، عجنين رأسا. بكيت لحالي اخرى. لحالك؟ من البلد كلها لحالك تروح تدرس؟ لحالي، واروح مشي واجي مشي، والارضية ما بيش اسفلت، تراب. تراب. وبيام الوحل نشرح من الجري وامشي. هسا قال لي رئيس المجلس انه 3 عيلات، مش 3، 3 عشائر، 3 حمايل فيها بيت كاد. كل حمولة بكالة حوش لحالها ولا بكوا كلياتهم مع بعض؟
لا كلهم مع بعض تقريبا. ولا يقولوا هذا حوش دار لنصار، هذا او هذا دار نصار، هذا كلهم حال الدار فلان. ليش انت بتشرك؟ قديش واحد بكو؟ بكوش 30 40 واحد في البلد ازلام يعني، هاي ما فيش فيه هذا، ما فيه. وكلهم يبنوا على جنب بعضهم البعض، كلهم في لزق بعض. قلت لي جبتها غريبة. ما غلبوكيش يعني؟ لا ما غلبوكيش. طيب لو اجا واحد بكى من بلدكم بده واحد بكيتوا تعطوه؟ لو اجا من مدينة ثانية، لو اجا من الجنوب ولا والله حسب يعني. ولا قليل الانتاج بكى عندكم؟ ما بتقولي بكوا 30 واحد. ما بكى فيش. في كوره بكى. اسمع تخرف. عندنا كلال يا دوب يكدر الشباب، وين نعطيه؟ اسمع تخرفك. ها خلفني. بكينا واحنا نقرا في المدرسة. يعني لازم كل اسبوع بعد الانتداب. ست حصص. هسا يوم الخميس يقيموا حصة ليوم السبت. يعملوهن سبعة. وبقوا يطلعونا بعد ساعة، بعد الاربع دروس ساعتين كان غدا. هسا عيات في اول ايام القصيرة في يعني مع تشارين وجوانين يعني مواسم الزيتون. الساعة سبعة، سبع دروس هذول بكينا نطلع من هنا. اطلع انا من جنين من المدرسة وهو ودين المغرب، وشو بلاد لا كهرباء ولا مية ولا وانا بني ادمين بقوا اضباع في الشوارع. اظل ارسل من جنين لبيت كاد. طول تشوف؟ ارسل. خوف من الضباع. خوف من الضباع. خوف ولا؟ خوف من الضباع. ايوه. هسه يوم الساعة يوم سبت، ولا انا طالع والناس شرطي عسكري يعني شرطي مروح. كان منين انت يا شاطر؟ قلت له من بيت كاد. كان ابن مين؟ قلت له ابن فلان الفلاني. كان انا ضيف عندكم. انا توست امشي من انا وياه. كيفت انت؟ لقيت لك واحد يونسى. ظليت ماشي انا وياه. قعدوا هنا بكوا ما عن كلة الناس. ما فيش ناس. يوم يجي ضيف عند واحد الكل يجي. اجا ضيف عند ابو فلان يجوا على الختاري يهتموا ازلام. يجوا يتونسوا ويتعللوا. هسا عيات شو بخرف؟ بقول انا من فقوعة. وجيت على فقوعة وقلنا لهم بدنا نتجوز. قالوا والله ما في بنات. اجاكم يتلبد عندكم؟ كلهم متجوزات. وما في شيء. بقولوا في واحد بنورس. روح غيب لك شهر شهرين ثلاثة. هذا الشرطي بخلف. وتعال. بلتي شفنا لك اياها تبعت نورس. نورس بدك يلف على الكره بده يتجوز يعني. ما لكيش في فكوعه؟ ما فيش. ما فيش. اليوم ما شاء الله. طيب بجوز تطلع فلتك من اليوم. اليوم مثل جامك. اليوم بجوز تطلع فكوعه 200 واحد مثل الفش على الكش. اليوم اليوم كل واحد بيطلع عانس 200. اما يعني انت زبطت معك، انت لكيت في الجلمه. والله صار النصيب. لقيت في الجلمه انت. دفعت 200 ليره. دفعت كلهن كاش؟ لا دفعت 100 و100 متاخرات. يعني 100 متقدم و100 متاخر. اخذت قرض من البنك. موظف يا عم، حتى باكين زمان ياخذوا قروض يعني، مش جديد الحكي. تفضل. اخذت 50 دينار. على 12 ليره تعاونك اعطوك 50 دينار. ما هو لا زادوني عاد شوي، صرت 15. صرت 15. وعشت فيها راتب انت والحجة؟ وعشت انت وياها؟ وعلسك على الساكت؟ بتشفي هالذبيحة وهالطبخة؟ خلص غديتوا هالبلد هالكلهم 30 واحد غديتوا بالذبيحة بك تتكدي البلد كلها؟ كلها بكوية الذبيحة. ابو محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نعطيك من شركة البريك هذه هدية إلك، وهي من صناعتنا الوطنية من الأرز، شان تحل سنونك. بكو قبل يدولوا على الدكان يشتري حلكم.
او يقضام يعبي جيبته. طيب على كل حال متشكرين يا سيدي. لما كنتوا تتحلوا شو بكيتوا تتحلوا زمان؟ الدكان تشيب كفيها بكت راحه قولوا لها، تاخذ بيضه تروح تجيب فيها راحه، بيضه بلديه عالي لك بيضه تسلك الخم بكيت عشان تجيب. ما هو بكينا اذا اعطونا كرش هذاك النار على المدرسه يعني يتعلي الاسبوع. ابو هشام حبيبي حارات بيت كاد قدامك، كزل فيها خلي المشاهدين يشوفوها وينبسطوا فيها. شكرا يا ابو محمد. عفوا يا شيخ، بارك الله فيك، يعطيك وسط البلد القديم في بلدة بيت كاد. أبو أحمد بس عدلفنا على الموجودين. كمال زيدان عضو مجلس رتيب منها. طيب إحنا قلتوا لي إحنا عند الجامع القديم أو الجامع اللي تسمت أو في ضريح أو مش عارف في ضريح المقداد من الأسود، وقال إنه في ضريح تحت الجامع للمقداد من الأسود، وتسمت البلد بهذا الاسم عليه. أبي عليه. احنا تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا، بس طبعا اذا في عندك اي رسالة حاب توجهها لابناء بلدة بيت كاد الموجودين فيها او المغتربين، احنا وياهم ابو احمد كرئيس مجلس بنسمع. احنا بنتمنى من المغتربين، لان احنا عندنا قسم كبير مغتربين من برا، يعني انهم يرجعوا على البلد ويستثمروا ويعملوا استثمارات عندنا، يعني يصير عندنا مؤسسات وشغلات تترد على البلد منفوع. يعني احنا دائما رسالتنا لجميع ابناء شعبنا خارج فلسطين، خاصه المغتربين في المهجر والشتات، انهم يلجعوا اللي له ارض يعمرها، يبنوا فيها، اذا في مشاريع في البلد معتاز البلد مشاريع يوقفوا مع المجلس القروي، لانه ما بحرث الارض الا عجولها. اعزائي المشاهدين، اشكر مستضيفينا مجلس قروي بيت كاد ممثل بالسيد ابو احمد والاخوه من اعضاء المجلس، اشكر البيوت اللي احنا دخلناها، اشكر كل من ساهم بانجاز هذا البرنامج، شركه البريك للمنظفات الكيماويه، ايضا المركز السويسري لزراعه وطب الاسنان الفوريه الدكتور عادل ابو شرخ، ايضا اشكر شركه ومصنع بوظة الارز ومصورنا الاستاذ باسل عطله. حتى التقيكم في حلقه جديده، لكم مني اجمل تحيه، ومش يطلعوا هيك ولا هيك، الى اللقاء. قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، يا بلاش الناس يلوموني بحب الفلسطينية، قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، لو كل العالم لاموني يا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية.
بتوني وإلها عنوان معروف الكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، النادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجيله دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية.